يعود نادر الفاخوري للعمل في مهنته التي عاشقها وتعلمها منذ صغره في ورشة محترقة أعاد ترميمها في حي الخالدية، ليكتب قصة أمل بالحياة من تراب وماء سوريا، صانعا أوان فخارية بيديه المتعبتين من سنوات التهجير عن منزله ومهنته. أنا بشتغل بالفخار من قديم الزمان، أنا بشتغل كان عمري 4 سنوات، تركت المصلحة بسبب الأحداث، هلا الحمد لله رجعت لها. اشتغلت كثير مصلحات مادية صراحة، لو انبسطت بأي مصلحة اشتغلتها. ورجعنا هون على الخالدية والحمد لله أمور جيدة. كانت خشعة الأول ما جينا لأنه ما كان في حياة، هلا الحمد لله كل شيء بأمان، كهرباء موجودة، عم نشتغل، عم ننتج. مصلحة قديمة بحبها، المادة الأساسية تبعيتها تراب سوريا، من التراب الخير هي ومي عم نجيب لها، عم تعطينا مواد فخار عم نبيعه وبسعر جيد الحمد لله. بأدواته البسيطة يعمل أبو خالد متحديا كل الظروف التي مر بها، واليوم ينتج الفخار ويسعى إلى تطوير ورشته ليزيد من إنتاجه كما ونوعا. أنا هون ولدت، هون تاريخي، ورغم انه اول ما فتنا في دمار رجعت هلا مرتاح، بعرف نام من قلبي هوني، ولمصلحتي رجعت لها، مع انه لك بيت محروق رجعت من الدمار وعم انتج مواد بسيطه، بس فعلا هلا شغله وحده ان شاء الله بدنا نطور. هلا بلشنا كشكل بدائي ودائقه ماديه، بعدها لا فرجت شوي بدنا نطور المصلحه ولازم نطور للافضل. بفخار بالتراث، تراث بلدنا القديم، رجعنا للذكريات وعم نتعلم المصلحة. نحن أبنا عن جد من جدودنا ومن عمي أب خالد، والفخار تصنيعه بمر بعدة مراحل، من التربة مثل العجين، العرق، تصنيع الدولاب بالتنور، وهاي المصلحة يعني بحبها كتير وعم نتعلمها وإن شاء الله نعلم عليها أولادنا. من بين الدمار تعود عجلة الإنتاج لتدور، ليثبت نادر الفاخوري أن السوريين قادرون على إعادة الإعمار والاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل أفضل من تراب سوريا الخير. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.